السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 165 من الوحدة السادسة من التاسيس سمان 2. Je lis et j'écris. السؤال الخامس يقول كوش. كوش يعني ندير علامات في على سكي على لو ميم سونس اللي عنده نفس المعنى، يعني الجملة اللي عندها نفس المعنى مع هذه الجملة هذه. سكي لو ميم سونس كو لا فراز دو تيكست. هذه هي لا فراز اللي خديناها من لو تيكست اللي قريناه البارح. Nous sommes arrivés à Tétouan où il réside. حنا وصلنا لتطوان فيما كيسكن. شكون هذا اللي كيسكن؟ هو ذاك عمو ولا خالو اللي جاي يديهم يدوزوا العطله معاه. اذا هنا في هذه الجمله قال لك بان حنا وصلنا لتطوان ملي داهم وصلوا لتطوان فيما كيسكن عمهم او خالهم. هذه الجمله هذه فينا هي اللي كتعني نفس المعنى هنا. واش nous sommes arrivés à Tétouan où il travaille؟ واش حنا وصلنا لتطوان فيما كيخدم خالهم ولا عمهم، ولا نو سوم زاريفي ا تطوان و اي لابيت فيما كيسكن، او نو سوم زاريفي ا تطوان و اي سو برومين فيما كيتسارى. اذا الصحيحه هي فيما كيسكن. نكوشيو هذه هي الصحيحه. ندوزو السؤال رقم 6، نشوف شنو طالب منا. ريبون او كيستيون، اجب عن الاسئله. Il répond à la question, qui vient chercher Amin? Chkou déjà, bach yedi Amin. Houa, son oncle, tabethel. C'est son oncle qui est venu le chercher. Hna, pourquoi? Alaj j'ai ando, kikalb alih, bach yedi, alaj. Hna, pour, j'ai ando, bach yedi ma, pour partir, bach yedi ma, l'daro. Chez lui. هنا او امين باستيل سا جورني، فين دوز امين النهار ديالو كامل ملي وصل عند خالو لعمو؟ على بلاج، على بلاج سميت لا بلاج اللي كاينه في تطوان، لا بلاج دو مارتيل، في شاطئ مارتيل دوز النهار كامل. هنا افيك كي امين اتيل باسي سا جورني؟ مع من دوز امين النهار ديالو كامل؟ مع سون كوزان. افيك سون كوزان، شنو هي سون كوزان؟ هي ولد خالو ولا ولد عمو. كان هذاك خالو راه هذا ولد خالو، كان عمو راه ولد عمو. ان لو كوزان كتصلح ليهم بجوج ولونكل كتصلح ليهم بجوج. ندوزو للتمرين رقم 7 نشوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 7 قال لك سيدي غولي اربط ما بين لو ديبي يعني بدايه اي لا فان دي فراز ونهايه الجمل. كاينه بدايه هنا وكاينه نهايه، كل بداية غديرها مع النهاية المناسبة لها بخط. هنا طول ماتان بكري الصباح بكري. هنا الجملة الثانية إلي مانيفيك، إنها رائعة. إلي مانيفيك، وهنا نو زافون شي حاجة. هنا مونجي دي ساردين غريي، كلينا السردين مشوي. هنا مون اونكل إي فوني نو شيرشي، هادي عمي ولا خالي جا يدينا. هنا إسي تون فيل توريستيك، وهي مدينة سياحية. إذا طول ماتان بكري الصباح بكري شنو نقولوا؟ مون اونكل اي فوني لو شيرشي، الصباح بكري جا خالهم ولا عمهم يديهم باش يستافدوا من النهار كامل. هنا الي مانيفيك، شنو هي الي مانيفيك؟ هي لا فيل دو تيتوان، اي سي اون فيل توريستيك، وهي مدينة سياحية. هنا نو زافون غتكملها لو فيرب، نو زافون مونجي، حنا كلينا السردين مشوي. واضح. ندوزو التمرين رقم 8 نشوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 8 يقول ركوبي، نقول لو تيكست هذا النص هذا اون رومبلاسون، بتعويض هاد الصور هادو عوضهم بالكلمات ديالهم. اون رومبلاسون شاك ديسان، كل رسم باش غتعوضو بار لي مو كوريسبوندون، بالكلمات المناسبة. كل هذه قاعد تعوضها بسميتها. هنا نقولو جي بخي كوا، إذا نكتبوها جي بخي ما كوا، ما فاليز. جي بخي ما فاليز، خديت الباليزة ديالي.
J'ai pris ma valise. J'ai appelé وعيطت على من شوفوا فيه مزيان الصورة ديالاش. J'ai appelé خديت باليزتي وعيطت على من. J'ai appelé un taxi. Un taxi. Un taxi. Et je me suis. Et je me suis rendu à la gare pour باش مشيت هاد جي ابلي عيط للطاكسي التليفون et je me suis et je me suis rendu مشيت لين لا gare اللي محطة القطار pour باش ناخذ prendre le quoi le كتشوف هنا القطار le train le train اذا j'ai pris ma valise خديت باليزتي و j'ai appelé un taxi انا ممكن تعيط له في التليفون ولا تخرج عليه برا الشانتي وتبقى تشير له et je me suis rendu ومشيت la gare يعني محطة القطار باش ناخذ le train إذا شنو هما الكلمات هادو اللي كانوا مخبيين هما هاد لا باليز باليزا تاكسي تاكسي وهنا سيارة الأجرة هذه وهنا لو تران القطار ندوزو للتمرين رقم 9 نشوف شنو مطلوب منا قال كوبي لا فراز سويفونت ونقول هاد الجملة هذه إما عاد نقولها بكتابة ديال الدفتر ولا بكتابة الليبر C'est une belle plage avec une eau claire. إنه شاطئ جميل بماء ماء صافٍ. نقولوا c'est une belle plage avec une eau claire c'est bon هنا كملنا صفحة 165